السلام عليكم أعزائي الطلبة، أرحب بكم في هذا المقطع القصير. طبعا أولا حبيت أهنيكم بقدوم العام الدراسي أو السنة الجديدة اللي هي سنة 2023. إن شاء الله سنة خير وفرح ونجاح وتقدم على الجميع، وخاصة على طلابنا الأعزاء. أعزائي الطلبة، طبعا شفت أقول بالنسبة للمنهج الجديد للصف الأول المتوسط، طبعا أنا مستمر بالتنزيل إن شاء الله، وصلنا لليونت الثالث، راح ندخل بالرابع بالنسبة للصفين الأول المتوسط والثاني المتوسط. طبعا حبيت أنوه على مسألة، بعض الدروس طبعا هي أكو أمور جديدة انضافت وأمور قديمة، يعني أكو أمور هي نفسها بالمنهج القديم. المنهج القديم أنا منزله، المنهج القديم منزل على حسب الأصول. المنهج الجديد صارت بإضافات، صارت مثلا أكو شغلات هي نفسها، عرفت قصدي؟ فأنا شنو أكو شغلة أنت انتبه عليها، أنا صح كاتب لك المنهج الجديد بس لغات أكو شرح للقديم بس هي نفس الصفحة، عرفت قصدي؟ يعني مثلا أنت عندك بالمنهج الجديد صف الأول متوسط والثاني متوسط، عندك مثلا بالمثل عندك مثلا صفحة خلينا نقول 15، تمام؟ صفحة 15 بالمنهج الجديد هي نفس صفحة مثلا 21 أو 23 بالقديم. أنا شو مسوي؟ القديمة هي شارحة، كل ما هذه نزلتها لك صح شوية أكو الصورة نوعا ما، أكو صور داخل بالورقة بالصفحة، أكو صور شوية تختلف، شوية باختلاف، يعني ألوانها طوخ، ألوانها باهتة، ألوانها كذا، مو مشكلة، بس هي نفس المضمون، نفس الكلام، نفسها القديمة. أنا خليتها كتبت عليها المنهج الجديد لأنه ماكو اختلاف، أوكي؟ ماكو اختلاف. حتى لو أنت أثناء الشرح تشوف أنه الصفحة اللي جوا مثلا ما تشوفها، مثلا خلينا نقول الصفحة 15 نفس الصفحة اللي عندك بالمنهج الجديد، ما تشوفها نفس الصفحة، مو فد مشكلة، بس هو المنهج الجديد أنا شارح لك صفحة ورا صفحة، يونت ورا يونت وبالتسلسل، تلاحظ بس الإضافات، الشغلات الجديدة مثلا مشتغلها أيضا. فأنت راح تشوف مثلا أكو اختلاف بصوتي، مثلا تشوف صوتي مثلا تحسه غير شكل، هذا ليش؟ لأنه هذا قبل عدة سنوات أنا شارحه، هو نفسه داخل لي وأسوي عليه مونتاج وأعدل عليه حتى نخليه، لأنه قلت لك أكو إضافات مثلا، أكو حذوفات، أكو كذا. فأني أنت اعتمد على هذا، كل ما تشوف باليوتيوب، كل ما تشوف مكتوب مثلا المنهج الجديد 2022، أعرف أنه هذا المنهج الجديد واللي أنا شارحه على حسب الأصول. حتى لو أنت شفتها للصفحة وكأنه تختلف شوية، لا، أنت من راح ترجع لكتابك، راح ترجع للنشاط مالتك الملون أو النشاط، تلقى نفس اللي ما موجود، بس أكو اختلاف يعني بالصورة قلت لك هذه، بس هي نفسها، هو نفس الكلام. فبالقديم اللي أنا شارحه رجعت نفسه بس سويت تعديلات، وين بالمنهج الجديد ماكو داعي انت تشرح مرتين، يعني هو اصلا مشروع، فسويت عليه شنو، خلينا نقول شلون قص ولصق وكذا، هذه فاكو بي تعديلات. فهاي حتى انت تعرف، كل ما تشوف المنهج الجديد معناها هذا الجديد مال 22 23 وهكذا. فان شاء الله تستفادون اعزائي، وان شاء الله سنه خير عليكم، وحبيت بهذا المقطع ايضا احييكم واهنيكم بالعام جديد، وان شاء الله يعني ان شاء الله كلكم من نجاح الى نجاح ومن تفوق الى تفوق. اتمنى لكم كل الخير، ولا تنسون يعني انتظر منكم الدعم للقناه اللي عودتوني عليها سنين طويله. تقبلوا تحياتي والى اللقاء.